My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. تفاجئ العالم من ساعات بحادث إطلاق نار استهدف المرشح الرئاسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، واللي حصل أثناء تجمع انتخابي ضم حشد كبير من أنصاره بولاية بنسلفانيا. وظهر ترامب بعد سقوطه بلحظات وهو بيشاور أنصاره وبيحاول يطمنهم رغم الدم اللي بينزف من مكان الإصابة، وتوجه بعدها وسط حراسة الأمن علشان يجري الفحوصات الطبية اللازمة. وبعد دقائق من الحادثة نقلت المواقع الأمريكية أخبار عن مصرع مطلق النار أثناء مطاردات مع رجال الأمن ومحاولة القبض عليه، ورغم أن لسه بدري جدا على نتائج التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة، لكن فورا خرجت بعض الآراء اللي بتشكك وتقول أنها مدبرة وأن ترامب كان على علم بيها، خصوصا أن الجمهور القريب من ترامب في التجمع الانتخابي اتعامل مع الحادثة بهدوء غريب ومحاولش الهرب أو التدافع بعد إطلاق النار. بعد صدور التقرير الطبي من الوحدة الطبية وبيقول أن إصابات ترامب طفيفة وسطحية وغير خطيرة، لكن فورا بيرد أنصار المرشح الجمهوري بأن دايما الجمهور اللي بيتواجد بالقرب من المرشحين بيتم اختيارهم بعناية وبيكون منهم أفراد من الخدمة السرية، بالإضافة لمصرع واحد من أنصار ترامب نتيجة الحادث. ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة، وهو المرشح الأبرز للفوز حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، واللي مالت بشدة لصالح المرشح الجمهوري خصوصا بعد المناظرة الثنائية اللي تفوق فيها على بايدن بشكل ملحوظ وقدر انه يحرجه في اكتر من جولة، ده بالاضافة للمشاكل الكبيرة اللي بيعاني منها الاقتصاد الامريكي مع بايدن وزيادة التضخم وارتفاع الاسعار، غير الميراث السيء للحزب الديمقراطي ودور التاريخي في اشعال فتيل الحروب والصراعات والثورات الملونة في كتير من الدول، واخرهم الاتهامات الموجهة للحكومة الحالية عن مسؤوليتها في تدهور الأوضاع في أوكرانيا والدعم الكبير اللي بتقدمه لدولة الكيان رغم كل الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بيها، بالإضافة لموقفها السلبي أثناء الحادث المأساوي في قطاع غزة. وكل دي مؤشرات بترجح كفة الرئيس السابق دونالد ترامب، خصوصاً بعد الحلول اللي قدمها أنصاره في برنامجهم الانتخابي والوعود بإنهاء الصراعات في العالم وتحسن الاقتصاد ومواجهة الهجرة الغير شرعية وكتير من الملفات التانية اللي تهم المواطن الأمريكي.